بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان الرالي مرحلتين، مرحله قصيره بس كانت اصعب مرحله، والمنظمين قالوا انها هاي اصعب مرحله في دكار من ناحيه العراقيب والرمل، وايد سيارات انسحبوا وتكسروا، صارت غرزنا شويه بس ما حاولنا ما نضيع وقت وايد، وحاولنا نستغل يعني بعض النقاط ان نسرع الرذم. الحمد لله خلصنا المرحله هذيك. المرحله اللي بعدها ضيعنا في النقاط كون ان الروت كان نفس الروت الامسي، قد ما نقدر ان ما نضيع وقت وايد ونرجع للروت ونحاسب. الحمد لله على كل حال خلصنا اليوم، افتكر نتيجه جيده. نحن اللي نريده ان نكون ثابرين ونوصل بنتيجه طيبه. طبعا نحن في بدايتنا في دكار، يعني لو ان سوينا 5 ايام لكن بعده باقي اكثر عن 9 ايام 10 ايام باقي للرالي. لازم نحافظ على الرذم. غلطه بسيطه يمكن تكلفك كثير، اول شيء الواحد بصحته، وطبعا انه لازم ما يكون مرهق، ونفس الشيء في السياره انه ما تعطلها، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى ونحن بنذل علينا.